في صيف سنة 1973 وقبل حوالي 4 شهور من الموعد المحدد لحرب أكتوبر، إسرائيل بتحاول تصنع طيارة أسرع من الصوت 3 مرات. مفيش حد فينا هيتحرك من هنا لغاية ما نلاقي حل إن مصدرها العميل 313 رأفت الهجان أو رفعت الجمال. أعتقد إن عندي فكرة، لو اتنفذت صح أتأجل إنتاج الطائرة لمدة شهور، مش هيظهر غير لما الطيارة تطير فعلا. يا فندم كده ناقص أصعب وأخطر نقطة. مبروك يا بطل، فكرتك نجحت نجاح باهر.